أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من لمة الأسبوع. إن شاء الله فقراتنا النهاردة مميزة، معنا ضيف في الفقرة الثانية إن شاء الله من داخل الاستوديو مميز جدا، أستاذ دكتور ياسر شحاتة، هيكلمنا عن التنمية المستدامة والتنمية الشاملة بمفاهيم بسيطة تقرب الفكرة للناس والسادة المشاهدين جميعا إن شاء الله. أستاذ دكتور ياسر خبير في إدارة الموارد البشرية، والعنصر البشري هو أهم حاجة في الإدارة واهم حاجه في التنميه. مفاهيم التنميه للاسف يعني البعض ما بيحبش يسمعها، النهارده هنتناولها بشكل مبسط جدا عشان نفهم اهميه ودور التنميه في حياتنا، وهنربط ده بالاقتصاد وبالواقع اللي احنا عايشينه، وبالاسلوب المميز لدكتور ياسر ان شاء الله هنقرب الفكره للجميع حتى الغير متخصصين. والفقره الاولى هيكون معانا مكالمه هاتفيه مع دكتور رمضان قراني، الباحث في الشؤون الأفريقية، هيكلمنا عن سد النهضة وآخر تطورات ملف التعاون مع أفريقيا. ترحبي بيه؟ أكيد. إزاي حضرتك دكتور رمضان؟ أهلا وسهلا يا فندم، حضرتك مشرفنا النهاردة والله. يشرفني يا فندم، الله يبارك فيكي. أسأله بقى على طول ولا يعني رحب بيه ولا إزاي؟ منورنا يا دكتور. أنا دكتور محمد، أهلا. الله يخليك يا رب. الله يخليك دكتور رمضان، ممكن نعرف من حضرتك ايه اهم الادوار اللي مصر لعبتها اثناء توليها رئاسه الاتحاد الافريقي؟ بدايه يجب التاكيد على نقطه مهمه، وهي ان رئاسه مصر للاتحاد الافريقي خلال عام 2019 هي استكمال للجهود المصريه التي بداتها في السنوات الاخيره نحو انخراط مصري قوي وفاعل مع العديد من القضايا الافريقيه، وبالتالي هذه الرئاسه هي حلقه من حلقات الأدوار المصرية تتكامل مع السنوات السابقة وتمثل ما يمكن أن نسميه قاطرة للعمل المصري في السنوات المقبلة. التحرك المصري أنا التصوري في 2019 من خلال رئاسة الاتحاد يمكن أن أصنفه في ثلاث خانات رئيسية. الخانة الأولى هو استكمال الجهود الإفريقية في العديد من الملفات، وهنا يبرز ملفين في غاية الأهمية: تنفيذ أو تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية في قمة نيامي في يوليو الماضي ووضعها على الإطار الصحيح موضع التنفيذ الفعلي والفوري. ده جانب مهم باعتبار أن منطقة التجارة الحرة هي قاطرة للتعاون الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، وباعتبارها تجسر فجوة حقيقية في التعاون الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية. الملف الثاني الذي استمرت مصر في العمل معه من خلال الاتحاد يتمثل في استكمال منظومة الإصلاح الهيكلي للاتحاد الأفريقي، سواء فيما يتعلق بقضايا الميزانية والتمويل أو ما يتعلق بالمناصب القيادية داخل الاتحاد. هذين الملفين، منطقة التجارة الحرة والإصلاح الهيكلي، استكملت مصر فيهما جهود سابقة. النقطة الثانية أو المشهد الثاني للدور المصري في تصوري، وهو استحداث أو استكمال استحداث آليات خاصة بعملية التنمية والسلم في القارة الأفريقية، وهنا أشير بشكل واضح إلى تنظيم مصر منتدى الأمن والسلام في أسوان خلال هذا العام، ومناقشة العديد من التحديات الأمنية التي تواجه القارة الأفريقية، والأهم من ذلك ما انبثق عن المنتدى من خلال تدشين ما يمكن أن نسميه مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، بحيث يستكمل هذا المركز الدور الذي يقوم به مركز القاهرة الإقليمي لتسوية وحفظ النزاعات في القارة الأفريقية. هذا هو الملمح الثاني في تصوري للرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي. ثم في تصوري الأهم، هناك ما يمكن أن نسميه البصمة المصرية في رئاسة الاتحاد، وهي العمل المميز الذي قدمته مصر بحق خلال رئاسة الاتحاد، وهو قدرتها على توظيف مكانتها الإقليمية والدولية لوضع قضايا وتحديات القارة الأفريقية على أجندة القرار الدولي، وهذا كان واضح من خلال حجم القمم التي انعقدت خلال العام بين الاتحاد الأفريقي كتكتل 55 والعديد من القوى الدولية الكبرى، بحيث يمكن القول أننا أمام مرحلة في صياغة العلاقات الدولية تشير إلى تكتل 55 مع طرف واحد. وهناك أشير بشكل واضح إلى القمة مع الطرف الصيني، مع اليابان قمة التكاد، مع روسيا، مع مجموعة العشرين، مع مجموعة السبع الكبار، وقمة أوروبا أفريقيا. هذه القمم التي توالت على مدار العام حرصت مصر على أن تضع ثلاث قضايا رئيسية جدا على أجندة القرار الدولي. القضية الأولى أهمية قضية التنمية في القارة الأفريقية، ربما حضراتكم أشرتم في بداية الحلقة وأهميتها وربطها بالعديد من القضايا الأساسية. النقطة الثانية أهمية مكافحة الإرهاب في القارة باعتباره أحد الظواهر الخطيرة، وربط هذه المكافحة أيضا بعملية التنمية
باعتبار التنمية هي المدخل الحقيقي لمواجهة الظاهرة الإرهابية، ثم العديد من القضايا الأخرى على رأسها قضية الهجرة غير الشرعية وقضايا البطالة في القارة الأفريقية. أنا في تصوري هذا المكسب أو هذه البصمة المصرية إنجاز التعبير تمثل أحد الأدوات الرئيسية التي جعلت من قضايا القارة الأفريقية أحد محاور التحرك الدولي خلال عام 2019. وبطبيعة الحال أتصور أن القوى الدولية من خلال التفاعل مع الاتحاد الأفريقي ستجعل هذه القضايا رئيسية بشكل كبير في الرئاسة القادمة 2020 أو حتى المحافل الدولية، باعتبار أننا أصبح لدينا مجموعة من المحافل الثابتة، التيكاد، القمة الروسية الأفريقية، القمة الصينية الأفريقية. بحيي حضرتك دكتور رمضان. مع حضرتك يا فندم، أهلا بك. وبسمن على كلام حضرتك وبقول أن مصر اشتغلت على منتدى للاستثمار ومنتدى للسلام والتنمية، وفعلا زي ما حضرتك بتقول مفيش استثمار واقتصاد وتنمية اقتصادية من غير ما يكون في سلام وإقرار للسلام في القارة الأفريقية. اسمح لي كمان حضرتك، يعني ربما أشرت حضرتك لنقطة مهمة وهي منتدى الاستثمار في أفريقيا، حيث حرصت مصر على الحفاظ على ديمومة انعقاد المنتدى. يعني لو لاحظنا أن 2019 كانت الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار في أفريقيا منذ انطلاقه في 2016 في شرم الشيخ، وبالتالي أنت تضمن ما يمكن أن نسميه ديمومة العمل الإفريقي، ودي نقطة مهمة في آلية وسياسة التحرك المصري في قارة أفريقيا، خاصة أن هذا المنتدى في تصوري هو أول مرة في العمل الإفريقي يتم تخصيص منتدى إفريقي إفريقي. يعني دائما المنتديات إما إفريقية أوروبية، إفريقية أمريكية، أو إفريقية صينية أو يابانية. أنت لأول مرة في العمل الإفريقي تخصص منتدى لمناقشة القضايا الأفريقية برؤية أفريقية، برؤية وتحديات أفريقية، وأيضا طموحات أفريقية. فهذا أعتقد يحسب لمصر استمرار وديمومة هذا المنتدى. وأفريقيا اللي بتحط الأولويات، ومصر دولة أفريقية ومن الدول الحاسة طبعا بأفريقيا، وليها أمن وليها مصالح مع أفريقيا. أنا حابب بس بعد الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية والرأي مع رئيس الأمريكي من مصر والسودان وأثيوبيا، حضرتك تكلمني عن آخر تطورات ملف سد النهضة. ما توصلت إليه الأطراف الثلاثة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي مرحلة أنا في تصوري لخصها وزير الخارجية السيد سفير سامح شكري حينما قال أننا وصلنا إلى مرحلة حاسمة من مراحل مفاوضات سد النهضة. ربما لأول مرة منذ انطلاق المفاوضات في 2012 حتى اللحظة هنا نصل إلى نقاط محددة، ونصل إلى نقاط تتعلق بتعريفات قضايا محددة. دائما مصر كانت تطرح مجموعة من الشواغل تتعلق بالملء الأول للسد، تتعلق بالفترات التي سيتم ملء السد فيها، اللي هي فترات المطر أو الجفاف أو الجفاف الممتد، أيضا تتعلق بشواغل مصرية خاصة بتشغيل السد. وبالتالي كان هناك ما يمكن أن نسميه تسويف من قبل الطرف الأثيوبي بشكل أو بآخر. نحن لأول مرة على مستوى المفاوضات نجد أننا بصدد قضايا حاسمة وتحديد توقيتات، وأيضا الأهم من ذلك سيكون هناك ما يمكن أن نوضحه للرأي العام بوجود تعريفات محددة لكل هذه الشواغل حتى نصل إلى اتفاق مرضي يناسب الطموحات الأثيوبية في التنمية، وأيضا لا ينتقص من حصص مصر التاريخية، وأيضا يناسب ويراعي الشواغل المصرية. ما قرأته أيضا في الدباجة التي أعلنت، يعني ربما كانت هناك مجموعة من المبادئ العامة التي أطلقت منذ يومين وليس اتفاق نهائي كما أشارت بعض المصادر الإعلامية، هو اتفاق تم دباجته بشكل واضح أنه اتفاق توافقي، بمعنى أن هناك مجموعة من التوافقات بين الدول رعيت بشكل كبير، وتعاوني وتكاملي ويحقق المنفعة المتبادلة. هذا الاتفاق بطبيعة الحال حدد مجموعة من المبادئ الرئيسية ربما خاصة بشكل كبير فيما يتعلق بالملء الأول لسد النهضة وتحديد الفترات التي سيتم ملئها. نقطة أخرى أيضا أنه حدد المراحل اللاحقة من الملء والآليات التي سيتم عليها الاتفاق، هذه برضو مجموعة من المبادئ العامة. وأخيرا وهو في تصوري أهم النقاط التي يمكن الاستناد عليها في المرحلة المقبلة، وهي إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات. بطبيعة الحال مع انطلاق السد بشكل أو بآخر ستثار بعض القضايا التي ستكون محل اختلافات بين الدول الثلاث، وبالتالي هذا الاتفاق سيسعى بشكل كبير لوضع آليات محددة للتسوية. ربما نحن كقراءاتنا السياسية أنه اتفاق يغلب عليه فكرة التوافق. من الناحية الفنية هناك الكثير من الأمور والعديد من المضادات،
ستصل الوفود الثلاثة إلى ضبطها وتعريفها بشكل كبير، ولكن يظل لدينا أمل أننا أصبح لدينا توقيت محدد، توقيت مهم 28 و 29 يناير سيتم وضع فيه التفاصيل. أعتقد هذا التوقيت وهذه التفاصيل ستراعي بشكل كبير الشواغل المصرية، وهنا يصبح لدينا كمصريين بطبيعة الحال رؤية واضحة لاتفاق الخاص بتشغيل سد النهضة، هل هو يحقق الشواغل المصرية ويحافظ على هذه الشواغل ويراعيها بشكل كبير، أم العكس؟ أتصور أننا أمام مرحلة حاسمة ومرحلة مهمة من مراحل مفاوضات سد النهضة. تحياتي ليك، وانا مش عايز اقول الكلام اللي انا عايز اقوله بعد ما اقفل مع حضرتك، انا عايز بس حضرتك استحملني في نص دقيقه كده وحضرتك ترد عليها بايجاز من غير ما ندخل الناس في فنيات معقده. اثيوبيا كانت دايما بترجع في كلامها، مضوا قبل كده المبادئ السبعه، وكان في مبادئ من ايام يعني الرئيس الاسبق مبارك، وكانوا دايما بيرجعوا في كلامهم. دلوقتي بقى في قاعده عسكريه للجيش والقوات المسلحه المصريه على البحر الاحمر لحمايه حدودنا وامننا بشكل كبير، والمسافه قربت نقدر نقول من التدخل في اي دوله في القرن الافريقي بشكل واضح بشكل صريح، مش بالضروره تكون اثيوبيا اي تهديد. ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه الرئيس قال قبل كده احنا عايزين اثيوبيا تعمل تنميه وتولد الكهرباء من غير ما يكون ملء السد بيأثر على حصتنا بشكل مباشر. قال في ملء السد هيأثر علينا بشكل نقدر نستحمله، وفي ملء ما نقدرش نستحمله. بالضبط بالضبط. يعني فانا متخوف ان اثيوبيا بعد فتره ترجع في كلامها، وحصل قبل كده عشرات المرات. ربما اسمح لي دكتور محمد، ما يميز هذه المرحله من المفاوضات، انا اتفق معك، كان هناك ما يمكن ان نسميه مراوغات اثيوبيه، كان هناك تسويف اثيوبي، يعني نحن نتحدث من 2012، كان هناك ايضا دور اثيوبي في اخفاء معلومات مهمه طلبتها اللجنه الدوليه الاولى، ثم طلبتها المكاتب الاستشاريه التي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاثه. لكن في تصوري ما يميز هذه المرحلة من المفاوضات أنك أمام راعي دولي كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، وراعي دولي ذا ثقة اقتصادي البنك الدولي، وبالتالي ما يمكن أن نسميه بلغة القانون أنت أمام شهود دوليين على مستوى من الأهمية، وبالتالي هذه المرحلة من المفاوضات أعتقد أنها تعطي مصر نقطة أو الفسحة من استخدام كافة الخيارات فيما بعد التي تحافظ على حقوقها المائية، والتي اوضحتها مصر بشكل كبير حينما قالت ان اذا كان السد يحقق التنميه فالمياه هي حياه المصريين، وبالتالي انت وضعت هذه الصيغه امام الراي العام الدولي، اعتقد ان هذه صيغه مهمه جدا انت انطلقت منها امام الراي العام الدولي، هذا يحقق تنميه ولكن نقطه المياه هنا تساوي مصير وحياه هذا الشعب المصري. دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه في تصوري انت وضعت امام تحدي امام الراي العام العالمي وامام نقاط حاسمه سيتم توقيعها وتعريفات محددة بشكل كبير إذا لم تراعي مصالح مصر، أعتقد مصر لها كافة الخيارات. النقطة الثانية في تصوري الأهم أنك حينما القاعدة في الجنوبية وقاعدة في المتوسط أنت تحافظ على كافة حقوقك ومصالحك، ليس بالضرورة أن تتدخل عسكريا في أي دولة، لأن هذا طبعا بطبيعة الحال ليست من سمات الدور المصري ولا العقيدة العسكرية المصرية، ولكننا نملك أدوات قوية للحفاظ على مصالح مصر الحيوية، الحفاظ على حياة هذا المجتمع، الحفاظ على بقاء هذا المجتمع. أتصور أنها كلها أدوات تقوي المفاوض المصري. المفاوض المصري بدون هذه الأدوات المهمة أعتقد لن نصل إلا نصل إلى نتائج قد تكون مرضية لنا، ولكن مع هذه الأدوات أتصور أننا سنصل إلى نتائج تحافظ على كافة حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. أنا شاكر جدا لحضرتك ورؤية حضرتك وصلت، وأتمنى أن الجانب الأثيوبي يلتزم ويحقق المصلحة مع مصر، ومصر تحقق المصلحة من هدف ومن مصلحة مصر يحصل تنمية في مصر وفي كل الدول الأفريقية. أثيوبيا عايزة تولد الكهرباء بشكل يغطي كل أفريقيا، من غير مصر مش هيحصل ربط كهربائي، لأن مصر محطة لتوليد الكهرباء ومحطة للربط الكهربائي بين أفريقيا وآسيا وأوروبا. فمصر مهمة جدا لأثيوبيا، من غير مصر مش هتقدر أثيوبيا توزع الكهرباء اللي هتطلع على مستوى كبير وعلى المدى البعيد وتستفاد وتحقق الاستفادة المرجوة من سد النهضة، فهي محتاجة لمصر ومصر محتاجة لأثيوبيا، ولازم نتعاون مع بعض من أجل التنمية ومن أجل السلام التعايش السلمي. أتمنى الالتزام من جانب الأثيوبي، وأتمنى دايما أن الرسائل اللي بتوصل من خلال امتلاكنا لقواعد عسكرية أو سلاح هي رسائل للردع وليست لاستخدام العنف، احنا عندنا قوة رادعة وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل، ومصر خلاص
رئاستها للاتحاد الافريقي هتنتهي ان شاء الله في فبراير. فمصر كانت كل سنه بيبقى في دوله افريقيه بتتولى رئاسه الاتحاد الافريقي، مصر عملت مجهود جبار خلال السنه اللي هي تولت فيها. مصر بتشتغل بحب، ومصر هي دوله افريقيه وبتقول الاولويات الافريقيه من وجهه نظر افريقيا ذاتها. وان شاء الله كده على امل يكون مشرفنا في احد الحلقات دكتور رمضان. ناخد فاصل وبعدين نرجع مع دكتور ياسر والكلام الموصول عن التنميه المستدامه والاقتصاد المصري. رجعنا لكم تاني من بعد الفاصل ومنورنا النهارده دكتور ياسر. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا كبير. ازيك؟ الحمد لله. منورنا استاذ دكتور ياسر، استاذ الموارد البشريه وخبير التنميه المستدامه. وكلام كتير عن التنميه المستدامه والتنميه الشامله واثر التنميه على الاقتصاد المصري، بالذات مع ما مصر اصبحت نموذج في نجاح الاصلاح الاقتصادي. فحابين نتكلم وندردش مع حضرتك بس باسلوبك المعتاد وامثله حضرتك الجميله اللي بتقرب الفكره للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أولا أنا سعيد جدا أن أنا في ضيافة الدكتور محمد عبد العزيز وبنتنا الجميلة ميرا وقناة الصحة والجمال. النهاردة لما أتكلم على موضوع في منتهى الأهمية وهو التنمية المستدامة والمصطلحات الرنانة اللي طرأت على المستمع المشاهد المصري والمصريين، حوكمة وريادة أعمال وتنمية مستدامة. التنمية المستدامة بكل بساطة أن أنا ألبي باحتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المستقبلية. طيب إيه؟ القصة كلها ان لو حضرتك موجود دلوقتي في استوديو، الاستوديو ده لو حضرتك ما حافظتش عليه الاجيال اللي بعد كده مش هتلاقي الاستوديو بالجمال ده، بما اننا في قناة الصحة والجمال مش هيبقى بالجمال ده. النيل العظيم بتاعنا لو ما الاجيال اللي قبل مننا ما حافظتش عليه ما كانش هيوصل لنا بهذا الشكل، احنا كمان لو ما حافظناش عليه مش هيوصل للاجيال القادمة بهذا الشكل. اذا النهارده لما اوفر حياة كريمة، باختصار حياة كريمة على البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، البعد البيئي، هو ده ان انا احافظ النهارده على اجيال او احافظ على شيء يصلح للاجيال الحاليه وايضا للاجيال المستقبليه. يعني هو انا كنت بس هسال حضرتك يعني نوضح للساده المشاهدين اكتر ايه هي التنميه المستدامه وايه علاقتها بالاقتصاد؟ التنميه المستدامه ان انا البي احتياجات الحاضر بحقوق وحقوق الاجيال المستقبليه، ما يجيش على حقوق الاجيال المستقبليه. وفي نفس الوقت ايه اللي ايه الربط بين التنميه المستدامه والاقتصاد؟ لا ده ربط كبير. تنميه لان انا بشتغل على الاقتصاد والاصلاح الاقتصادي عشان احقق تنميه، احقق تنميه يبقى انا هعمل عمليه استدامه داخل الدوله المصريه. ان انا اتكلم على تنميه مستدامه يبقى انا هتكلم على النمو، اتكلم عن النمو يبقى انا لازم هتكلم على التنميه فقط دون التنميه المستدامه. ولو اتكلمت على التنميه فقط لازم اتطرق لتنميه العنصر البشري عشان اوصل لمفهوم التنميه المستدامه. النمو بكل بساطه هو الزياده في الدخل الحقيقي وده بيقوم بالسلع والخدمات، لابد ان يكون مستمر، والزياده فيه اكبر من معدل النمو السكاني وايضا اكبر من معدل الاسعار. التنمية فقط ده تغيير جذري في كافة القطاعات. مصر دولة زراعية بحولها لصناعة، مع ربط مع الزراعة أبدأ أنطلق نحو التنمية. تنمية العنصر البشري وده أهم عنصر في عناصر التنمية المستدامة. إذن مفهوم التنمية المستدامة كشامل بأمر شامل، تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المستقبلية. لكن النهاردة في مصر نجد أن القيادة السياسية بتقدم مفهوم فلسفي جديد أو فلسفة جديدة في التنمية المستدامة، ألا وهو حياة كريمة. وفرت حياة كريمة للأجيال الحالية والأجيال المستقبلية، أنا حققت تنمية مستدامة. بقى في استدامة في كافة المحاور الرئيسية إذا كان اقتصادي أو بيئي أو اجتماعي. تمام. بما أننا جبنا سيرة الاقتصاد فأهم عنصر في الموارد في الاقتصاد هو العنصر البشري أو الموارد البشرية. حضرتك تكلمنا عن دور الموارد البشرية أو العنصر البشري في تحقيق التنمية المستدامة. العنصر البشري دايما في كل لقاءاتي وفي كل كتاباتي بذكر ان العنصر البشري هو اصل محرك لكل الاصول الماديه.
والاستثمار فيه هو أفضل الاستثمارات على الإطلاق. يعني إيه العنصر البشري أصل محرك للوصول المادية؟ حضرتك لو عندك عربية، العربية مركونة في الجراج، هل هتقدر العربية تتحرك بدون حضرتك تسوقها أو أي حد يسوقها؟ لا. فهنا بقى العنصر البشري أهميته ده على سبيل المثال هو اللي بيعطي للأصول المادية الصيغة الحركية، هو اللي بيحرك العنصر المادي اللي موجود. فإذا أفضل الاستثمارات هي أفضل الاستثمارات على الإطلاق، هو اللي يقدر يحقق تنمية، هو اللي من خلال عملية الربط مع تدريبه مع تأهيله مع رفع كفاءته، لأن هو ده قاطرة. يعني النهاردة لما أتكلم وأجد أن القيادة السياسية بتهتم بالمرأة، بتهتم بالشباب في حلقة التواصل بينها وبين الشباب وبينها وبين المرأة وتمكين المرأة وتمكين الشباب. طب ليه؟ لأن هو ده الحلقة أو كانت رؤية الدولة في 2030، أن العنصر البشري هو اللي هيحركني، هو اللي من خلاله هقدر أعمل تنمية. طب الفلسفة الحقيقية بقى أن أنا أعمل تنمية مستدامة من خلال العنصر البشري للعنصر البشري نفسه. إزاي؟ لو أنا عملت عملية تدريب للعنصر البشري وأهلت العنصر البشري، وإحنا النهاردة بنتكلم عن التحول الرقمي، النهاردة بنتكلم على الذكاء الاصطناعي، النهاردة بنتكلم على الإنترنت الأشياء، أين العنصر البشري من كل هذه التكنولوجيا؟ فمن هنا أقدر أقول إن العنصر البشري أصل محرك لكل الأصول، من خلال الاستثمار فيه هيقدر يحقق لي تنمية. طيب إزاي تطوير العنصر البشري ممكن إن هو يؤدي لتنمية الدولة والمجتمع ككل؟ تمام، كويس جدا السؤال ده. النهاردة لما أتكلم على العنصر البشري وعندي التحول الرقمي، لو النهاردة يعني كان في قرار جهاز تنمية جنوب الصعيد، ويمكن دي فرصة ان انا اشيد بدور الدولة في تنمية الصعيد والأولوية المهمة جدا اللي بتوليها الدولة للصعيد. النهاردة لما اعمل مصانع في الصعيد و200 مصنع للصناعات المتكاملة كلها تكنولوجي، ازاي ان انا اخد العنصر البشري الغير مؤهل للتكنولوجي عشان يقدر يحقق لي صناعه؟ النهارده ابدا بقى اعمل عمليه الماتشنج، اعمل عمليه التوافق. ليه؟ الانسان بطبيعته او العنصر البشري، طالما حضراتكم ذكرتم العنصر البشري، في اختلافات، واختلافات ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقها، في اختلافات ظاهريه، انا شايف حضرتك، شايف الطول، عارف او الوزن، كل امر واضح بالنسبه لي كظاهر، لكن داخليا في دكتور محمد داخليا معتقداته، اتجاهاته، رغباته، كمان اهتماماته بتختلف عن حضرتك، بتختلف عني، بتختلف. ازاي بقى والوظيفه ايضا مختلفه في انا عايز اقول حاجه، هو عضو هيئه التدريس، بما اني عضو هيئه التدريس في جامعه، عضو هيئه التدريس وظيفته اخطر ولا سائق السياره على الطريق الصحراوي وظيفته اخطر؟ هو المفروض ما فيش مقارنة. لا، في مقارنة. هو أخطر على الطريق الصحراوي اللي بيجري بعربيته، هو أخطر. لا، في هنا أنا بقصد إيه بالمثال ده عشان السادة المشاهدين وطلابي كمان بيشوفوني، إن أنا بقرب وجهات النظر، إن في اختلاف في الوظيفة. أيوه، الوظيفة مختلفة في مخاطرها، مختلفة في كل النواحي. إزاي بقى العنصر البشري اقدر اضع الرجل المناسب في المكان المناسب، اعمل عمليه الماتشنج بين الاختلافات العنصر البشري مع اختلافات الوظيفه، ابدا من هنا اعمل الانطلاقه. لما اتكلم على التكنولوجي لازم يكون عندي حد مؤهل، عنصر بشري مؤهل يقدر يتعامل مع التكنولوجي. أيوة. في 2 مليار فرد على مستوى العالم بعد 10 سنوات سيفقدون عملهم، عشان انا عندي ذكاء اصطناعي، عندي المكن بيكلم بعضه، عندي انترنت الاشياء، عندي البيج داتا، عندي الطابعه ثلاثيه الابعاد، عندي كل هذه الامور. كيف يتعامل العنصر البشري الغير مؤهل مع التكنولوجي؟ يبقى انا النهارده لو الدوله ما اتحركتش، وعلى فكره الدوله اتحركت لان عملت استراتيجيه وطنيه لرفع كفاءه العنصر البشري لتحدي تحدي التكنولوجي، عندي بعد 35 عام من 2019 سينتهي الشكل الصناعي تماما، قرن العشرين والقرن الواحد وعشرين، الثوره الصناعيه الرابعه. النهارده لو العنصر البشري ما بداش ياخد يعمل حسابه، الامور هنا هتحصل عندي مشكله كبيره كمان اجتماعيا، لان هيبقى النهارده المؤهل هيشتغل ويزيد دخله، الغير مؤهل هيقعد في البيت. طب ايه اللي هيتم؟ النهارده لازم الناس تعمل حسابها، القياده السياسيه تعمل حسابها، عملت حسابها ان تؤهل العنصر البشري. اذا العنصر البشري مهم جدا لدفع عجله التنميه المستدامه في مصر ومن ثم العالم. اسمح لي يا دكتور استكمالا لكلام حضرتك الجميل جدا، الدوله فعلا ابتدت تعمل معاهد عليا وكليات في تخريج فني تكنولوجي، مش فني بالمعنى التقليدي،
فني متخصص في اداره المكن الحديث بالتكنولوجيا الحديثه، وهيبقى في توسع، يبقى في كليات بتخرج الفني التكنولوجي ده على مستوى جمهوريه مصر كلها، محافظات مصر كلها. فهو فعلا الدوله خدت خطوات، وان شاء الله باذن الله يحصل الدور ده. انا حابب بس باسلوب حضرتك المتميز الجميل ده تكلمنا عن الفرق بين التنميه المستدامه والتنميه الشامله ومقارنه بسيطه كده نقرب الفكره للناس. طيب التنميه المستدامه والتنميه الشامله، واسمح لي اضيف لحضرتك التنميه المتوازنه. تنميه مستدامه، تنميه شامله، تنميه متوازنه. التنميه المستدامه تلبيه احتياجات الحاضر دون المساس وحقوق الاجيال المستقبليه، عشان اقدر انفذها لازم يكون عندي اربع امور رئيسيه اهتم بيهم في عجاله وبمنتهى البساطه. التنميه المستدامه، تلبيه احتياجات الحاضر دون المساس وحقوق الاجيال المستقبليه، اقدر اعمل اربع حاجات الدوله المصريه قامت عليهم في النصف الثاني 2014. ازاي اوسع حجم الاقتصاد؟ اتكلمنا عن المشروعات القوميه. في حاجه واجبي ان انا انبه اليها للساده المشاهدين، احنا كنا في فترات سابقه بنصيغ استراتيجيات بشكل هايل جدا لكن ما بنقدرش نطبق. المصري كان يقدر يتكلم بشكل هايل لكن في التطبيق بيتوقف، لكن النهارده بدأنا النظري والتطبيق. يمكن القياده السياسيه بتفاجئنا، وانا باكد ان انا ما بلعبش سياسه في كل لقاءاتي، انا بقول انا بلعب علمي بس. النهارده لما اتكلم على الفلسفه الحقيقيه لدور الدوله، لما اتكلم على توسيع حجم الاقتصاد، بدأت الدوله في المشروعات القوميه. المشروعات القوميه دي اللي اتعملت 8 محاور رئيسيه، بدايه من المشروع القومي لتنميه قناه السويس والمناطق الصناعيه واللوجستيه الجديده، بدا يعمل اعاده كثافه سكانيه، بدا يعمل الربط بين مدن القناه وسيناء، وانتهاء بحزمه مشروعات بناء الانسان المصري. ده اول امر للتنميه المستدامه سريعا، وسع حجم الاقتصاد. بدا كمان يعمل تنافسيه الاسواق محليا وعالميا، ابتدى يعمل الخريطه اونلاين للمستثمرين، يعرف المستثمر حضرتك هتبدا فين، هتشتغل فين، هتشتغل بكام، ومهدت له الطريق البنية التحتية عشان يبقى يساعدني على النقل اللوجستي ومهد الطريق. بدأ كمان يكافح الفساد من مكافحة الفساد، وده يمكن فرصة سعيدة ان انا اتكلم من خلال او يعني اشيد بدور الرقابة الادارية المصرية من خلال برنامجكم الموقر. اتكلم على ازاي تعامل الساينس هاب، ازاي تعامل الذكاء الاصطناعي، ازاي بقى في مقدار من الشفافية والاستقرار، ازاي بقى عندي قدرة على المصداقية عشان اكسب العنصر الاستثمار الاجنبي. بدأ كمان في تنمية العنصر البشري. ده التنميه المستدامه. طب التنميه الشامله بقى ايه؟ التنميه الشامله، ويمكن استاذنا الدكتور محمد الموضوع ده يمكن مدركه وانا اعلم هذا الامر جيدا، ان انا عندي سوات اناليسز، عندي تحليل بيئه، التحليل البيئه داخل المؤسسه عندي نقاط قوه ونقاط ضعف. انا بضرب مثال على داخل المؤسسه وهقول لحضراتكم ازاي اعمل تنميه شامله. تنميه شامله، عندي مؤسسه فيها نقاط قوه ونقاط ضعف. النقاط الضعف اللي موجوده قد يكون عندي عايز ازود حجم الانتاج من 2000 ل 3000 عن 2019 وانا في 2020. طب انا هل عندي الالات اللي تقدر تزود لي الانتاج؟ لو انا عندي الالات اللي تزود لي الانتاج ده نقطه قوه هقدر انميها. لو انا عندي الالات متهالكه مش هتقدر تديني الانتاج ده، هبدا اعمل عمليه تغيير وتجهيز واستثمار احلالي واستثمار جديد. من هنا اقدر، يبقى انا عندي نقاط قوه ونقاط ضعف. طب ان في فرص وفي تهديدات، ده خارجيا في فرصه، ازاي ان انا انتهز هذه الفرصه، ولكن انتهز بس هل هذه الفرصه تتناسب مع امكانياتي وقدراتي ولا لا؟ ابدا بقى نقاط التهديدات، ابدا اعمل بلوك لهذه التهديدات. ده على مستوى المنظمه. طب انا لما عايز اعمل تنميه شامله بقى اعمل ايه؟ بشوف نقاط الضعف في المحاور الاقتصاديه، المحاور السياسيه، المحاور الاجتماعيه، ابدا اشتغل عليهم. ايه اللي هيفرق؟ ان انا عندي فتره محدده، فتره معروفه، جدول زمني، خطه طويله اجل بتستخدمها الاداره العليا، خطه متوسطه اجل بالاداره الوسطى اللي بتعمل حلقه الوصل بين التنفيذي وبين التخطيط، لان التخطيط انا عندي هدف وعندي الوسيله اللي تقدر تحقق لي الهدف. بقى هنا بقى ابتدينا ببساطه تنميه مستدامه، أمر مستدام على طول الأجيال، بحافظ ووفر حياة كريمة. تنمية شاملة، ببدأ أعمل تنمية أيضا، بغير في كافة القطاعات الإنتاجية، وببدأ يكون عندي ديدلاين معين أبدأ أنتقل منه لموضوع الكفاءة والفعالية. أبدأ الكفاءة والفعالية، يمكن عشان كمان السادة المشاهدين يفهموا يعني إيه كفاءة وإيه فعالية بمنتهى البساطة. الفعالية أن أنا وصلت لهدفي، الكفاءة أوصل لهدفي بأقل فاقد. ازاي؟ النهارده لو حضرتك
احنا عندنا في الجامعه يا دكتور، عندي محاضره الساعه 9 صباحا لاثنين طلبه الدفعه، عارفين ان الدكتور ياسر ما بيدخلش طالب بعد منه المدرج، بيعملوا ايه؟ الاثنين بيوصلوا من الساعه 9 قبل المحاضره ويدخلهم، الاثنين فعالين لانه بلغوا هدفهم ووصلوا له، لكن فيه واحد قال انا هاخد تاكسي والتاني قال انا هاخد اتوبيس نقل عام. الراجل اللي اخد تاكسي دفع 50 جنيه، الراجل اللي اخد اتوبيس نقل عام دفع 5 جنيه، الاثنين وصلهم؟ وصلهم، بلغوا هدفهم، لكن فيه واحد فيهم اكفأ من الاخر لانه وفر في الموارد، هذا ما تنتهجه الدوله لصالح المواطن. اجي بقى عند التنميه المتوازنه، التنميه المتوازنه عندنا كان مؤتمر الافريقي في 2019 بيتكلم على ان انا عندي صراعات وعندي تهديد للسلم الاجتماعي، عندي توترات في في في, في بوكو حرام، وعندي في ازمه دارفور، وعندي مشكله مالي ونيجيريا، وعندي الرعاه والمزارعين، فانا هنا لما يبقى عندي داخل افريقيا فيه صراعات مش هقدر اعمل تنميه. طب على سبيل المثال واجي للمجتمع المصري، ازاي يعني تنميه شامله متوازنه؟ التنميه المتوازنه انا عندي سيناء فيها صراعات، فيها تهديدات، طب انا النهارده مش هقدر انمي سيناء؟ لا انا هنمي سيناء، في يد بتحارب ويد بتبني، فمن هنا أقدر أقول بقى إن أطراف الدولة قد يكون في بعض الدول أطراف الدولة أنا مش هقدر أعمل عندهم تنمية، يبقى هنا ما أعرفش أعمل تنمية متوازنة. طب إيه هي التنمية المقصودة أيضا؟ يمكن سؤال للدكتور محمد دخلني في بعض الأمور العلمية الكبيرة. طب إيه المقصودة؟ التنمية المقصودة ده في مصطلح أكبر، ده تنمية غير مشوهة. الله، هو في تنمية غير مشوهة؟ ده تنمية اقتصادية وتنمية متوازنة وتنمية مستدامة وتنمية مقصودة وتنمية غير مشوهة. تنمية غير مشوهة، تنمية مقصودة، استراتيجية وطنية بتتبناها الدولة، وأنا أؤكد على أن أي استراتيجية قومية تستهدفها أي دولة تضيف للاقتصاد القومي قيمة مضافة. يعني نقدر نقول أن رؤية 2030 دي كده تنمية مقصودة أو تنمية حقيقي؟ طب أنا آسف، هو أنا يعني طبعا أنا تلميذ حضرتك ومش عايز أضيف أي حاجة، بس أنا بفكر حضرتك يعني لو سمحت لي دايما بالتعبيرات العسكرية، وإحنا في مرحلة دلوقتي دقيقة يعني فكلنا جنود للوطن. إخواتنا في المؤسسة العسكرية دايما بيقولوا القوة الصلبة والقوة الناعمة، فالقوة الصلبة اللي هي الدبابات والطيارات انا بشبهها بالقوة الصلبة بالتنمية المستدامة، وبشبه القوة الشاملة بقى مش قوة ناعمة، القوة الشاملة اللي هي بتشمل القوة الناعمة والقوة الصلبة بشبهها بالتنمية الشاملة. يعني الدولة محتاجة كل حاجة، محتاجة تنمية في كل القطاعات عشان تبقى تنمية شاملة، ومحتاجة كل أدوات قوتها، إعلام وفن، ومحتاجة ثقافة وآداب وعلوم، إلى جانب القوة الصلبة اللي هي الجيش والطيارات والدبابات، عشان تبقى في قوة نقدر نأثر بيها على العالم الخارجي. احنا مش بنأثر بس بالسلاح، احنا بنأثر بقوتنا وتأثيرنا الثقافي. نفس الشيء لما يكون عندي تنمية في كل شيء، كل المجالات وفي كل القطاعات، يكون عندي تنمية شاملة. تمام، معاك أسئلة طبعا. أكيد. ايه هي أهداف مصر للتنمية المستدامة والتنمية الشاملة في رؤية 2030؟ طيب، رؤية الدولة التنمية المستدامة، أولا التنمية المستدامة لها أهداف، وأنا هخلص من هذه الأهداف في عجالة للأهداف الخاصة بالدولة المصرية بقى في 2000 ونصف الثاني 2014 امتدادا ل 2030. أولا أنا عندي 17 هدف للتنمية المستدامة، أهمهم على الإطلاق التعليم ومحاربة الفقر وخلافه والصحة، كل هذه الأمور الدولة المصرية بتسير على قدم وساق في هذا المجال. لكن أنا في أمر في منتهى الأهمية، المحور التاسع للتنمية المستدامة. التاسع للتنمية المستدامة الخاص بالصناعة، بيتكلم وبينص عليه أن التنمية الصناعية الشاملة هي الأساس المحرك لزيادة النمو. بدأت الدولة المصرية تتكلم، لأن احنا كان عندي، اسمح لي معالي الدكتور، احنا عندنا فجوة في الميزان التجاري، ويمكن النقطة دي فنية هيلاحظها معالي الدكتور، حتة فنية في الميزان التجاري، لأن أنا عندي فجوة بين اللي أنا بصدره وأنا عندي عجز، أنا بستورد أكتر ما بصدر. طب أنا بصدر بكام وبستورد بكام عشان توضح وإحنا عملنا إيه؟ ده أهداف تنمية مستدامة. أنا عندي إن أنا بستورد ب 70 مليار دولار، وبصدر ب 28.4 مليار دولار، يعني أنا عندي فجوة تزيد أو تفوق ل 45 مليار دولار. طب أنا عملت إيه عشان، أولا الدولة لما اتكلمت عن التنمية المستدامة قالت في مدة 5 سنين
القادمين هيزيد معدل الصادرات بتاعتنا من 28.4 الى 55 مليار دولار. يبدا هنا يعمل ايه؟ يبدا الاول يعمق المنتج المحلي، يبدا النهارده يرفع من جوده المنتج المحلي عشان يحل محل الصادرات. طب يعمل ايه اكتر؟ عملوا برنامج بيسموه رد الاعباء التصديريه، او انا بسميه رد الاعباء التصديريه للمصدرين، لان كان عندهم بعض المشاكل المهمه اللي يبدا من 2011 لما كانت الدوله فيها حاله توتر، بدا عندهم رد الاعباء التصديريه او الاعباء عليهم بتزيد. بدا كمان لما حررنا سعر الصرف، وده انا الامر ده معاه قلبا وقالبا وبتكلم فيه من 20 سنه، تحرير سعر الصرف. النهارده بدا يهتم بالصناعه. من ليه بقى؟ وهرجع لسؤال حضرتك. اولا انا عشان اعمل هدف التنميه المستدامه بتاعتنا، ابتدت الدوله تتكلم في اربع نقاط، والاربع نقاط دول اعتنى على توسيع حجم الاقتصاد، واتكلمنا عن ثمان محاور رئيسيه. الثمان محاور الرئيسيه بكل بساطه انا هتكلم عنهم وهقول مردودهم كان على الاقتصاد القومي ايه. اول امر كان مشروع قومي المشروع القومي لمحور قناه السويس والمناطق الصناعيه واللوجستيه الجديده، لما عمل اعاده كثافه سكانيه، لما عمل المجرى الخاص بقناه السويس الجديده، بدا يقلل عندي زمن الانتظار بمقدار 11 ساعه، اي بمقدار 70% مما كان عليه. بدا يزود في اول سنه للخزانه العامه المصريه بين 500 ل 700 مليون دولار، ده بقى مردود. أمر تاني، عمل موضوع تنمية المشروع القومي لتنمية سيناء. المشروع القومي لتنمية سيناء في ابتدى يهتم بالصناعة وابتدى يهتم بالزراعة. أنا يمكن في كل لقاءات المثلث الشهير شجر وبشر وحجر، أبدأ أزرع، أبدأ أعمل صناعة، أبدأ أشوف العنصر البشري. من هنا بدأت تنمية سيناء أو الطريق سيناء. من خلال إيه؟ من خلال القوات المسلحة المصرية، القوى القوية مع القوى الناعمة. بدأت الدولة المصرية تعمل إيه؟ تعمل تستهدف إسكان داخل سيناء 77237 وحدة سكانية. كمان بقى عندي الطرق والكباري بنستهدف 30,000 كيلو. ده طرق وكباري. بدأ كمان المدن الإدارية الجديدة، 14 مدينة إدارية جديدة. بدأت المدن الذكية والتحول الرقمي، حياة جديدة لمستقبل أفضل يقدر يعمل تنمية مستدامة. بدأ كمان الإسكان، وحضراتكم بتشوفوا الأسمرات وخلافه ومشاريع المشاريع الإسكان، المشاريع الأقوى في تاريخ مصر المعاصر. بدأ كمان يتكلم عن الكهرباء، وأنا في الحقيقة ليا هنا واقفة في الكهرباء بخصوص التنمية المستدامة، ودي أهداف. لما يتكلم على الكهرباء والطاقة، بدأت الدولة المصرية تشتغل على ثلاث محاور رئيسية. أولا يستكملوا المحطات القديمة بنها والعين السخنة. بدأت تزود الطاقة الاستيعابية لشبكة الكهرباء 3450 ميجا وات كهرباء. كمان في 2015 بدأت الدولة المصرية تعقد اتفاقية مع شركة سيمنز الألمانية، اللي من خلالها تقدر أنشأت ثلاث محطات جديدة. محطة البرولوس عندي العاصمة الإدارية، عندي بني سويف. دخلنا كام أو زودوا طاقة الكهرباء بإيه؟ ب 14,000 ميجا وات كهرباء. فضلا عن حضرتك بقى جاي لنا الضبعة النووية، محطة الضبعة النووية اللي من المقرر الانتهاء العمل بها بين 2026 و2029، وأنا عندي 2030 تنمية مستدامة، هتدخلنا 5600 ميجا وات كهرباء. احنا وصلنا ان احنا زودنا، او الدولة المصرية زودت مجال الكهرباء او طاقة الكهرباء 45% عما كانت عليه، اي ب 25,000 ميجا وات كهرباء، اي بمقدار ما يولده السد العالي 12 ضعف لتوليد السد العالي. ومن رؤية 2030 أنا آسف لبطح حضرتك، بس أنا مستمتع بكلام حضرتك. أنا حقيقة عايز صبورة وقلم وحضرتك تشرح المحاور دي كلها محور محور. بتكلم جد والله، مش مجاملة لحضرتك. مصر في رؤية 2030 يعني قالت 20% خمس الإنتاج الكهرباء هيبقى من نظيف، طاقة نظيفة. فحضرتك حابب تكمل النقطة كنت بتكلم فيها ولا أسأل أنا بقى؟ لا اتفضل يا فندم. ربنا يعزك يا رب. احنا واحنا بنتكلم عن القوى الشامله وكده، لازم نتكلم عن الدور المجتمعي. فين دور المؤسسات، المنظمات، المجتمع المدني، الجمعيات الاهليه، النقابات، الاحزاب، رجال الاعمال؟ فين دور الناس دي كلها بانها تعرف الناس بالتنميه وتعرف الناس باللي بيحصل؟ ان احنا الناس دايما بيبقى حاطه انطباع ان الحكومه مقصره والحكومه مش بتعرف تخطط، مش بتعرف تدير، وان الغرب هو المتفوق. فاحنا دلوقتي ما شاء الله في السنوات الاخيره بقينا بندير وبنخطط وقاطعين شوط كبير. ازاي ننقل ده للناس ونفهمهم المفاهيم بشكل بسيط؟ دور المجتمع ودور الاعلام.
دور المجتمع، دور الإعلام، دور العمل التطوعي بشكل أشمل، ده أمر مهم للغاية. بدأت الدولة المصرية تعمل عملية هي للمنظمات بيسموها كوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي، المسؤوليه الاجتماعيه للمنظمات، تبدا تتكلم على ازاي تعمل تنميه. المؤسسات المجتمع المدني لها دور حيوي ومهم للغايه في رفع ايضا درجه الوعي. ليه يا فندم درجه الوعي ومؤسسات المجتمع المدني؟ طالما حضرتك مسيت هذا الوتر، انا عندي كانت فيه واسمح لي كانت فيه محاوله بالعبث في الهويه المصريه في الفتره السابقه عشان اعيد الهوية المصرية عما كانت عليه. بدأنا أو بدأت الدولة المصرية تعمل على عملية ترسيخ مفهوم الموروث الثقافي والحضاري. بدأوا يهتموا بأهم بعدين، البعد الاجتماعي والبعد البيئي. لما اهتموا بالبعدين البعد الاجتماعي، بدأنا نهتم بالأسرة المصرية. بدأنا الأسرة المصرية من خلال القوى الناعمة الإعلام بدأ يشوف ويعمل حملات توعية للأسرة المصرية، يعرفهم الرجل والمرأة يعني إيه أسرة سليمة عشان تقدر تعمل لي تنمية. بدأت في حملات توعية. أيضا الركن الثقافي أو البعد الثقافي بدأوا يهتموا بأركان الثقافة، قيم ورموز وعادات ورموزنا الجميلة اللي موجودة. من هنا من هذا المنطلق بدأنا للمؤسسات المجتمع المدني. لكن أنا عندي وقفة في منتهى الأهمية. النهاردة رجال الأعمال أو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لابد أن يكون في خطة موضوعة واستراتيجية موضوعة فعلا الدولة المصرية. في عصر الرئيس السادات البطل الشهيد السادات بعظمته كان بيتكلم على انفتاح اقتصادي وبدأ يعمل اصلاح اقتصادي وانفتاح اقتصادي. لما بدأ يعمل انفتاح اقتصادي القطاع الخاص قاد، لما القطاع الخاص قاد ما كملناش. لكن هنا بقى النهاردة الفلسفة، يمكن لما اتكلمت عن التنمية المستدامة قلت القيادة السياسية لها فلسفة جديدة عن تعريف التعريف الأكاديمي حياة أو حياة كريمة. لكن النهاردة لما اتكلم على أن في استراتيجية واضحة يبدأ القطاع الخاص يدخل بمؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في كل هذه الأمور، لكن تحت إمبريلا أو تحت منظومة استراتيجية كاملة من خطة الدولة، نقدر نتحدث ونتكلم. حضرتك تتكلم على العمل التطوعي بدون مقابل لخدمة بلدك بس تكون حقيقية. النهاردة إن دور بقى الإعلام إن يوجه مؤسسات المجتمع المدني، ابدأهم ازرعهم الروح الانتماء لشبابنا، روح الولاء عند شبابنا. يبدأ من خلال ما هو كل واحد له دور. الإعلام اللي موجود النهاردة له دور، المرأة في بيتها لها دور، الشاب له دور، أستاذ الجامعة له دور، اللي في الشارع العادي له دور. كل إن إحنا النهاردة بنعيش ملحمة بطلها الحقيقي هو المواطن المصري. لما كانوا بيكلموني عن سيادة الرئيس انتصر للمواطن، فأنا كان لي تعليق قلت سيادة الرئيس انتصر للمواطن لأن البطل هو البطل الحقيقي لمعركة البناء والتنمية. من خلال مؤسسات المجتمع المدني بطل، المواطن بطل، المؤسسات ورجال الأعمال المواطن بطل، لأن هو اللي بيحرك وإحنا كلنا بنتحرك عشان خاطره. فبتبدأ النهاردة في استراتيجية، في مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، رجال الأعمال، القطاع الخاص، كل هذه الأمور، توعية الإعلام يقدر يتكلم وينفذ. اسمح لي، وأنا طبعا نفسي الحلقة ما تنتهيش، لكن في المتبقي 3 دقائق، في 3 دقائق يا دكتور كلمنا عن الإصلاح الاقتصادي اللي نجح في مصر، وده هيكون مردوده إيه؟ يعني احنا حققنا طفرة ما حققتش في أي بلد، يكون مردوده إيه على التنمية المستدامة في مصر؟ وبالتالي التنمية هيكون يعني تأثيرها إيه على الاقتصاد في مصر؟ سريعا، التنمية المستدامة أو التنمية مردودها إيه على المواطن؟ لا، مردودها إيجابي على المواطن، لأن كل ده بيتعمل للمواطن. اسمحوا لي، ولادنا اللي النهاردة عندهم 18 سنة إحنا ده أمر كالتالي. ده أمر كمان. النهاردة إحنا راكبين طيارة، الطيارة دي الدولة المصرية صعدت واتحركت. حضرتك اقعد في أي مكان لا، بس الطيارة تقلع، الطيارة تسير وتقلع. حضرتك الشاب الصغير خلي بالك أنت هتبقى مكان القائد. النهاردة بقت فرصة بالنسبة لك. الاقتصاد النهاردة لما اتكلم حضرتك عن الانفتاح الاقتصادي أو الإصلاح الاقتصادي إيجابياته، كل مؤسسات الدولية بتشيد بدور الاقتصاد المصري واللي عمله في عجالة في 3 محاور سريعا. 2013 كان عندي معدل النمو، حضرتك أضرب هذا الأمر، 2.1. كان عندي الاحتياط النقدي 14.7 مليار دولار. كان عندي معدل البطالة 13.6، ده في 2013 بيقوم بأن أنا عندي مشكلة. بدأت سياسة بقى الإصلاح الاقتصادي، المؤشرات الإيجابية، بدأ النهاردة معدل النمو 5.6
6.6 وبنستهدف 5.8 وبنستهدف 6% من في 2022. بدا يا فندم كمان معدل النمو الاحتياطي النقدي فاق ال 45 مليار دولار. بدات الدوله المصريه تعمل على تخفيض البطاله. النهارده بقى كام؟ 7.5 من 13. أي العين المواطن البسيط يقول ان الدولة خفضت معدل البطالة من 13 لـ7، يعني بمقدار 6. انا بقول ابدا الدولة المصرية نجحت ان هي تتكلم على تخفيض معدل البطالة بـ 12%، الضعف. ليه؟ لان معدل النمو السكاني عندي في 2013 عنه في 2018 او نهاية 2019 كان كبير جدا. بدأت سوق العمل يستوعب هذه الامور. اذا الاصلاح الاقتصادي ايجابي، الدولة المصرية بتسير في خطى قوية جدا وثابتة جدا، قطعت أشواط في بعض القضايا الكبيرة أهمها على الإطلاق الهجرة الغير شرعية. لم ترصد من 3 سنوات حالة هجرة غير شرعية من مصر. بدأت المؤسسات الدولية تشيد هذا الأمر. الإصلاح يصب في مصلحة التنمية المستدامة. أقدر أعمل تنمية، بيساعدني أعمل تنمية اللي من خلاله أقدر أرتقي وأرفع مستوى معيشة المواطن البسيط. إذن مصر جديدة 2020-2030 تكتمل الصورة. معلش بس قبل ما تختم، يعني قبل ما تختم، انا بجد مبسوطه جدا 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 من حضرتك يعني، ومستمتعه جدا، وانا شخصيا استفدت يعني. انا اللي ماليش في الاقتصاد خالص، انا حبيت والله الكلام مع حضرتك. هو انا طب انا مش هختم بقى. انا هدي حضرتك دقيقه ونصف كده تقول انت بتتمنى ايه المستقبل في مصر. حابب توجه رساله للشباب او للساده المسؤولين. كاميرا مع حضرتك وتفضل في دقيقه ونصف. انا حاضر اقول رساله للمراه المصريه العزيزة الكريمة علينا كلنا، الشباب المصري الجميل. مصر بلدكم، مصر بيكم، مصر مش هتقدر تتحرك إلا من خلالكم، منكم وبيكم. مصر فوق رؤوسكم، مصر هتتحرك، مصر عزيزة جدا. ما بلاش موضوع المشككين، ما تسمعش للمشككين، الناس اللي هدفها تسيء للدولة المصرية. لا، بلدكم جميلة، بلدكم عزيزة. الولاء 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 لبلدك هتقدر تنطلق وتعمل تنمية. شكرا لحضرتك، نورتنا، وإن شاء الله على أمل لقاء من تاني. أتمنى أن كل السادة المشاهدين استمتعوا بالحلقة النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة ولمة الأسبوع.